ذات المعاناة تاع النباتات ولا محاصيل الحبوب في انتظار الأمطار. إذا هذه المعاناة قاومها النبات ولا قاومتها تقريبا محاصيل الحبوب حتى أواخر شهر أفريل، حيث استنتجنا بأن الموسم الفلاحي ممكن ندخل في عملية جفاف عامة. الدولة دارت احتياطات استراتيجية، إذا ما في حتى تخوف بالنسبة للمواطنين. هذه اللي حبيت نقول لك. صح تك تهضر بقلبك التقني، أنا لازمني نقول ثاني بلي لا خوف على تمويل المواطن بالمادة هذه الاستراتيجية اللي هي الحبوب، لأنه الدولة راهي واقفة وراهي حاضرة وخدات احتياطاتها في كل مجالات.